هذا يا سيدي ابو عبده رجال معدل له قيمته بحارته عند كل اهل الشام. مزبوط. والشباب المطاردين يمكن ترى يحضروا جنازها. مطاردين؟ الا سيدي. شوكو زال؟ لا سيدي مش شوكو زال. نحن مش بمصلحتنا نآتي ولا بحركي، لانه الناس دمها عم يغلي وعم يفور تفوير. انت شو بيقصد برنجي صباي؟ سيدي قصدي مش لازم نقرب صوب الشباب، لانه اذا قربنا راح تصير علقه الى اول ما لا تالي، وراح يروح قتله منا ومنهم. تراها قتله؟ امان يا ربي امان، امان يا ربي امان. يا لطيف يا لطيف. لكن سيدي اهل الشام انا بعرفهم منيح. برنجي صباي لازم تبليغ سرايا فورا. كمان سيدي مش مصلحتنا. اوه مش مصلحتنا، مش مصلحتنا، كله كله مش مصلحتنا. امان يا ربي امان. مش من مصلحتنا. مزبوط يا سيدي مش من مصلحتنا، لانه نحن هون عايشين بالحاره، واذا راح قتيل ثاني بشي علقه ترى نحن راح ندفع الثمن. مزبوط. بس خلي باروده وطبنجه اصملي يرجع. لا تاكل هم سيدي، انا راح بلغ المختار وخليهم يرجعون الشباب. ابو عبدو يا باطي. اي والله يا عكيت، والمختار زعلان كثير، بيقول لكم الجنازه ما راح تطلع ليصل رشدي على الحاره ويودع ابوه الله يرحمه. رحمة الله عليك يا أبو عبدو. يا باطل على هالخبر، يا باطل الله يرحمك يا أبو عبدو. أبي أنا لازم روح وأحضر الأجر. رح روح كليات المختار. شو هالحكي عقيد؟ والظابطية والكركون؟ ولا ظابطية بلا كركون. إذا ما خربت ما بتعمر. نحن طلعنا من الشام كف بلا، بس إنه تصير جنازة أبو عبدو وما نحضرها هي مو واردة بنوب، لو بدها تكلفنا حياتنا. يا أبي العقيد عم يحكي مزبوط، كلياتنا لازم نروح وشو ما غيمت تشدي. وإذا بدك ناخد معنا كم واحد من قبضايات الضيعة، وإذا الضابطية يبس وراسهم ساعتها منأرجيهم قيمتهم. بس أهم شي رشدي ما يضرب القصة لحتى نصل عالشام. الزلمة مصيبته كبيرة. معناتها عجلولكم شوي مشان نلحق، حكم مشوارنا بعيد. يلا يا شباب خلينا نتيسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مختار إكرام الميت دفنه. لا إله إلا الله، كلامك مزبوط يا شيخي، بس أنتو ما بتعرفوا هذا الولد قديش بيحب أبوه ومتعلق فيه، وإذا بيجي وبشوفه مدفون ليسحل عقله. بس يا مختار البزانة بعيدة، ولبين ما يوسف يروح ويجيب رشدي بتكون غابت الشمس. لا 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 بإذن الله ما بيتأخروا. أنا عطيته ليوسف الفرس تبعي، قلت له بتروح مثل الطير الطاير بتجيبه وبتجي، ان شاء الله ما بيتاخر. ان شاء الله ان شاء الله. يجي عمي شاهر بكرة إن شاء الله. يامو يامو يعني كمان هو بدي يموت مثل ما مات أبي وروح الجنة؟ كش برا وبعيد، الله يجيرني من لسانك أنتي. الله يحمي إلهي. يلا يلا إجا شاهر. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك يا عمري. الله يسلمك. عمي عمي تعال عمي تعال. الله يرضى عليك.
عمي انت وين كنت؟ نحن زعلنا عليك كثير. على الحق؟ ايه، وامي طول النهار عم تبكي عليك. عمي عمي يا عيون عمي. ليش ما بتصير انت ابونا؟ ايه كل البنات عندهم اب بس نحن ما عنا. عمي انتو عندكم اب وعايش بالجنه. ايه بس نحن مناديله ما بيرد علينا. خلاص اليوم ورايح بتنادوا لي يا عن حقا؟ ايه ابي عن حقا، بس بشرط ما تنسوا ابوكم الله يرحمه. يا بي يا عيون يا بي، ما بدك تشتري لنا قواعد مشان عرس عمي عمر وزهرية؟ صباح تركيا لكان يا بي لكان، وكمان مشان عرس خالكم جابر وعمتكم فهمية، ولا بعدكم تحضروا؟ ليش امتى ناويين تعملوا؟ هلا كنا ناويين نساوي العرسين مع بعض، هيك اتفقت مع اخواتك. عن حقا يا بي؟ ايه يا بي عن حقا، بس هلا قررنا نأجل كرمال موتة ابو عبدو الله يرحمه. الله يرحمه، حط لك تتعشى تقبرني. لا عفاف مالي نفس. قصدي مأدهم، بتعرفي انه موتة ابو عبدو هزت الحارة؟ رجال الحارة المعدودين واللي بنحسب لهم حساب عم يروحوا واحد ورا واحد. هي العقيد ابو ادهم الله يرحمه، والضاح راح على اخذ عسكر وما بنعرف اذا بيرجع ولا ما بيرجع، وهلا ابو عبده وهالمسكين ابو الضاح عم يدوب دوبان على فراق ابوه. الله يستر ما يصير له شيء هو الثاني. الله دخيل اسمه هيك كاتب علينا. المهم ما قلت لي وين كنتوا انت وشباب الحاره وليش علقتوا مع الضابطين؟ الحمد لله على سلامتك يا بديعة. الله يسلمك ابن عمي. هاتي محمد صالح، هاتي لشوف. تفضل. اللهم صل على النبي. ان شاء الله بيعيش وبيربى بدلالك، الله يديمك فوق راسنا يا حق. الله يخلينا اياك يا رب. بدك اهلنا بجدعان. تعمعي تعمعي لعند جدك. لوين اخذه ابن عمي؟ اخذه على المضافة لعند جده، مشان يكبر له بابنه ويسلم عليه. وينه عمي؟ انا كمان بدي اشوفه. هلا في رجال بالمضافة، بدنا نروح نعزي الجماعة، بس نرجع بتشوفي وبتسلمي عليه. وحدي الله معبد وحدي الله. لك اختي طولي بالك، لك لو البكى بجيب الغايب لبكيت وبكيت الحبايب. شوفي شو صار فيك، حرام عليكي. شوفي شو صار فيكي من كتر الزعل تقوليني. استعيني بالله يا ام عبدو، استعيني بالله وشدي حيلك، اذا مو مشانك مشان عليا اختي بعد صغيره. ما عبدو صار لك ما عبدو صلي عليك. صبحية خدي بناتك ونلعي جي وياهم من هون. لا تبريني ما حذرتي، انت بتنلعي. شو نسيتي انه هون بيت بنتي؟ قالت لكم نلعوا يعني نلعوا. رويدا صلي حالك، انت ما دخلك. معقول صبحي الله يرضى عليك، وعندي بنات مؤدبات. انا بناتي مؤدبات اكثر منكم. ايه مثل ما بدكم على راحتك، بس روحوا بقى. شو حسن يا ابو طولي بالك من صفان يا ابو، صري الشر وروحي. جماعه مناقصه فاير دمه. خدي بناتك ونلعي من هون. لا تحاسبوا طولي بالك، تعالي العي معهم. طالعين يا مو طالعين، بس حسابك بعدين يا ست رويدا. قالوا له يا شعبان ليش ما بتجي برمضان؟ قال له بنتي بوقته حلو. يلا رجعي يا مو خلي على عيونك. طيب اوفر من جديد يلا. يلا يا شباب يا شباب يا شباب يا عليك يا شباب يا شباب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره. عبده وين اخوك جدي؟ فاخذوا رفقاته على بيت ابو زيدي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يا ساتر. خير يا مختار؟ شوفي والله ما بعرف، بس الصوت قريب علينا كأنه حوالينا صوت الضرب. اي والله خير ان شاء الله. عدوا يا جماعة لا تخافوا، الشام الله حاميها. عدوا عدوا دافع. الله يحميك يا كرام تجارة ويا مصالحين. عصم الله واجركم. السلام عليكم. عصم الله واجركم. عصم الله واجركم. عصم الله واجركم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. شو خالي؟ شو القصة؟ تخافش مختار في الشي، هذا مستودع الجبخاني اللي بالميدان أمر جمال باشا بحرقه. أوف، وليش بقى؟ الجيش الشريف صار بالكسوة، يمكن بكرة بدي يفوت على الشام. إيوة يا رب يا ساتر يا ربي يا ساتر يا ربي يا اخي يا مغيث يا ربي يا اهلك انت يا مغيث اذا مت بين فيوك بين اهلك والعزاك بس انا اذا مت بين تاخذني على الضيعه وتفني جنب ان شاء الله بدفنك هنا يا 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 هذا العصم اللي عم يحرق الجبخاني تبعه. يا ليش لي يحرقها؟ لانه رح يطلع من بلادنا منيح. عصمر لي حيطلع من الشام؟ ايه يا امي. فضايل قل هو الله احد، الله لا يقدر. اوف ليش يا امي؟ لانه جدك الله يرحمه كان يقول انه العصم اللي ما بيطلع من الشام لتقوم لقيامه. هذا حكي يا امي. يا رب دخيلك استرنا. يا امي صهرك ابو حده راح على بيته؟ ايه يا امي راح. بس عمر وينه؟ راح طاحونة يا مو، عجزت فيه ما كان يرضى إلا بده يروح. وليش ما بدك يا يروح يا مو؟ يو خايف الضابطية يمسكوه. ما ضل ضابطية يا مو، ما ضل ثلاث ارباع العصم اللي صار برياء وبعلبك وبحمص. يلا بخاطركم تربسوا الباب منيح وراي. الله يرضى عليك وعلى أخوك وشحدني ياكم يا مو. ايه عن حق رح تقوم القيامة؟ ما بعرف هيك جدك كان يقول. يا ربي دخيلك يا ربي لطيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدي الله يا أم وطاح. كلياتنا على هالطريق. لا إله إلا الله. ترحمي عليه. خلي الله يرحمه. الله يرحمه ويجعله مثواه الجنة. شلون يا أم عبدو؟ خطيتها. أقول أخي أبو صفوان إنه معها فالج وما منا أمل. يا لطيف يا لطيف. الله يعينها ويجرنا من ساعة الغفلة. ولي على قلبي عليها. ما بتلاقيها غير عم تطلع بهالنسوان وتبكي، والله تقطع قلبي عليها. يا لطيف يا حرام. الله يعينها يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. مسكين وضاح، بكرة بيجي بلاقي خاله متوفي. وضاح؟ ليش إمتى بده يجي؟ إن شاء الله قريب، طالما العصملي رح يطلع من بلادنا العسكر كلهم بيرجع. يا رب من تمك لأبواب السماء يا الله. يا رب بدخيلك يا رب. حاجتنا مصايح، والله قلبي ما عاد عم يتحمل. سكري الباب منيح وراي، لا تخافوا من صوت الضرب، بجوز يضل بكرة الصبح. ابن عمي خير؟ خليك نام هون اليوم. اه ايه البنات كتير خايفين. ايه والله والله ميتين من رعبتهم. يا
يعني ما بتتضايقي؟ إيش كان نمت هون؟ ما بتضايق، يعني على القليلة بتونسنا. خلاص شو عليه؟ نام عمكم. ما عرفتي لي منها ليش ما بدها تجوز؟ لا والله يا عمي، كل اللي فهمته انه ما بدها تعيش ببلاد الغربه. وليه بقى؟ ايه والله معها حق، البنت اول ما بتوعى على الدنيا بتكون عم تحلم بيوم عرسها تتجوز بين اهلها وناسها، تقوم تتجوز ببلاد الغربه. بس والله العريس ما بيتفوت. ها ايه عمي ايه، يعني هي حابه يصير عرسها بالشام بين اهلها وناسها. عمي هي رجعتنا قربت باذن الله، بس الواحد ما بيعرف شو بصير معه، بقى حاولي تحكي معها وتقنعيها. تأمر عمي. يا بي انا سمعت انه الجيش العثماني بالشام متضعضع مع بعض. ايه اي نعم. فوتي مدام فوتي. خير البنات فيهم شي؟ لا لا ما فيهم شي، سمعتك عم تصعد قلت لحالي لاجي اشوفك اذا عاوز شي. لا سلامتك ما لي عاوز شي. رح اغلي لك كاسة زهورات. سبحان الذي خلقك ما أحلاكي. السلام. السلام عليكم. يا رب. يا
شو يا مو؟ لهلا عم تصلي؟ لا تخافي يا مو، لا تخافي تقبريني، تعي نامي وسلمي امرك لله. تعالي حبيبتي تعالي. يلا يا مو يلا. تفضل ابن عمي. ان شاء الله بيستوى الديات. الله يسلمك. وين رايحة؟ ضايق خلقي، قلت بقعد برد الديار شوي. كنت جيبي لك كاسة تانية نشربها مع بعض. يلا ان شاء الله بكره بس تروي الاحوال بنخلص من القصم اللي رح اخذكم سيران، انتي والبنات وامي واخواتي. هلا القصم اللي بده يطلع من الشام بس ولا من البلاد كلها؟ لا لا ان شاء الله رح يطلع من كل سوريا، يعني من الشام وحلب وحمص وبيروت. هيك وان شاء الله بيرجعوا الغياب بالسلامه، وضاح ابن ابو وضاح وياسين ابن ابو ياسين الخضري، وان شاء الله عيلة ابو خير وكمان بيرجعوا بالسلامه. ايوه ايه الله يرجعهم بالسلامه. عن اذنك. لوين؟ كمان عم يدعي لأبو خير وعيلته مشان يرجعوا. لوين رايحين هدول؟ الله أعلم لك يا أبو سعود. قد بيجوش يقالينا قلينو على الدردنيل، شنو أنا لما هربت من هنيك كانت حالة جيش العصملي بالويل. إيه بس كانوا بياخدوهم بالببور مو ماشي على رجليهم. لك شو بدي يسعى الببور ليسعى؟ معناها لازم لقينا شي مغارة نتخبى فيه على بين ما تنقطع الحركة على خالص. إيه الله وكيلك إيش كان شافونا ليعدمونا. والله يا عم تحكي مزبوط. امشي نطلع على هالجبل لقينا شي مغارة. امشي كنزي خلصني. لك على مالك تحكلني مفرقة تحتي. مفرقة تحتك إن شاء الله بكامل تحتك بالله. يا ستار عيا مهلك لك عيا مهلك شباب. قولي شوف شو ها؟ يا هاضي والله انا اتخبى ببيت مونة. تعال هون ولك تعال هون على بيت مونة. الله لا يوفقك على اللي وان. روح روح خبى بالسكة لك بالسكة. أبد يا ربي أبد. ودعت ودعت أبو جدعاني حبيبي أنت أخ عزيزي. طيب سيدي شو رايك يعني تغير هالاواعي هذول بواعي مدنيه بجيب لك اياهم من عند الاهالي بتتخبى وما حداش بيجي صوبك. لا 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 انا لازم اروح، في عندي اولاد، في عندي هربه في تركيا. الله ييسر لك ويحميك سيدنا. شو بك انور؟ انا ما في حب روح تركيا افندي، أنا في حب شام شريف، أهل شام شريف، بس في خوف، خوف جيش شريف أفهمني. يا باطل، بتخافوا أنت بحماية أبو جدعان؟ راح خبيك عند المختار أبو وضاح، وبس تهدى الأوضاح ببعثك على الجبل على السويد عند أهلي بخبيك هنيك وبتعيش معزز ومكرم. أشكرك، أشكرك أفهمني. شو كوزال؟ يلا طلع الأصمل من الشام! يا ناس! يا عوام! طلع الأصمل من الشام! أبي أبي! طلع الأصمل من الشام! شو عم تحكي؟ توصل بالسلامة. أبد يا ربي أبد. الله معك الله معك. ودعت بالسلامة. بعيش عويش. أبد يا ربي أبد.
الله معك، الله معك، ولا داعي لك. مو داعي. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. ايه سبحان الذي يغير ولا يتغير. عمي ابو الفخر جاء على بالي اخذ دفتر ابي الله يرحمه وطقه فشكل الباشا ويش بنص راسه على الحارج، شو رايك؟ لك لا لك ابني لا 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 تورط حالك، صدقني هدول الجماعه ما لهم دخل بالموضوع بنوب، ابوك الله يرحمه مات برصاصه طايشه، بعدين هدول صار لهم سنين عايشين معنا اكلين خبز وملح، ما بيجوز هالحكي ما بيجوز، استغفر ربك. الله الله يا دنيا، مين قال انه بيجي يوم وبيطلع الاصملي من بلادنا؟ ما في شيء بدون يا ابو صلاح، ما في شيء بدون، الله الدايم دخل اسمه. سبحان الله، معناتها هلا العسكر كله بده يرجع لبلاده، ما الحي بيرجع والميت راح من كيسه وكيس اهله. اي والله، ان شاء الله يكون ابن ابي ياسين لساته عايش ويرجع بخير وسلامه. الله يسمع منك ان شاء الله. شرفوا سيدي على القهوه، شرفوا. يلا لاحقكم يا جماعه، مين كان يصدق انه يجي يوم يطلع العصملي من بلادنا؟ ما بدوم الا وجه ربك الكريم يا ابو الضاح. اي والله والله، بس يا جماعه نحن لازم ندير بالنا على الحاره، لانه يمكن هالكم يوم يصير فوضى بالشام، واكيد بتبتر السرقات والزعرار رح ياخذوا راحته. مزبوط، خاصه هلا ما في دوله لا ضابطيه ولا مستشاريه، لبين ما يوصل الامير فيصل على الشام ويزبط الامور بده فتره. عوافي يا غني، السلام عليكم. أهلين برجال، عليم الله معروفكم ما رح ننساه طول ما نحن عايشين، وفضلكم علينا دين برقبتنا. لا يا عبيد، شو هالحكي اللي عم تحكي هذا؟ ما نحن ما عملناش غير الواجب، ما أنتوا أهلنا وأخوتنا. الباشاويش بالكركوم؟ لا والله يا مختار، اتساهل هو العساكر راحوا عبلادهم، وحملني أماني يسلم عليكم ويشكركم إلك ولكل أهل الحارة. وعلى رسول الله السلام، الله يسلمك ويسلمه. وخينا أنور بحب الشام وأهل الشام وما بدوش يروح، قال بده يضل بيناتنا. لك الله يحييه، منحطه بعيوننا. خالي اعتبر حالك واحد مننا. تشكرات أفندي. لك ابني، أنت مالك مشتاق لأهلك؟ يعني ما عندك أهل مرأة وأولاد تروح تشوفهم شو أخبارهم؟ يعني إذا كنت حابب تعيش بيناتنا يا ميت أهلا وسهلا، روح جيبهم وتعال عنا، لأنه يا ابني بر الوالدين ومسؤولية الزوجة واجب وأمر من عند الله سبحانه وتعالى. شو قلت يا ابني؟ شيخي أنا ما في أهل، ما في حرمة، ما في أولاد، أنا في أنت وأهلي، أنا بحب شام شريف كتير. أنت أخونا بعهد الله، ولسه ما بعد خاطركم بدنا نأمن له ثياب مدنية وشي مكان يتخبى فيه لبين ما تهدى الأوضاع وابعثوا على السويدة. أوف، وليش بده يروح على السويدة؟ بدي بعثه لعند أهلي على الضيعة. لا يا أبو جدعان، هي مالك حق فيها، أنور بيبقى عنا، بنأمن له بيت ومنجوزه كمان. أبتقصروش يا مختار. أبو جدعان، الكلام اللي قاله المختار هو اللي راح يصير. هاي بيت عمي حمدي الله يرحمه فاضي، بيسكن فيه. الله يجزيك الخير يا عقيد. بارك الله فيك يا عقيد، بس أنا بشوف إنه لازم يغبله كم يوم عن الحارة. يعني إذا بنبعته لعنا على المزرعة لعند أبو نوري، هنيك أمان وبعيد عن عيون الناس. اي والله خلص صار، أنا رح أصل على البيت، أنا جيب له ثياب ورجع. إيه يا عمي أنوار، شو بتحب تلبس، شروال ولا أنباس؟ الله يبارك فيك يا مختار. تشكرك. يلا يلا. أهلين. شو وينهم البنات؟ أخذتهم مرت عمي لعندها. عفاف الله يرضى عليكي، طالعي لي من الصندوق شروال وميتان وصدريه وحطي لي اياهم بشكيس واحد. مشان شو؟ عاوزهم. ليش لوين رايح؟ مالي رايح لأرني، بس في زلمه محتاج بدي اخذ له اياهم. ابن عمي؟ خير. يعني عم اقول لحالي شو رايك نعطيه من اواعي المرحوم؟ اواعي المرحوم؟ ايه يعني المرحوم كان في عنده اواعي كثير ولساتهم مثل ما هن. أنا برأيي نوزعهم على روحه أحسن ما يعتقدوا بالصندوق. وأنت بتستغني عنهم؟ الحقيقة أبقى من الميت ابن عمي، ومنوزعهم على روحه ومنكسب فيهم سوا.
الله يرحمه. ايه ما في مشكلة شو علي، بس البقايا خليهم لأدهم وإخواته وذكرى. نسلم عليه امير هذا سيدي على ليله بنشوفه قلت شو طلعنا بكره تقبريني عاوز شيء سلامتك اختي لكان هلا بس يجوا اخواتك بتخليهم يفوتوا امك على الاوضه وانت بتنامي جنبها وانا ان شاء الله بكره من الصبح بكون هون كمان عمتك وعمك ابو الضحى ما بينتركوا لحالهم لازم تطل عليهم لا تخافي انا بضل امك انتي لوين رايحة؟ على بيتي بس اخوكي ابو محجوب بده اياكي تضلي هون تخدميها لامك ايه بعيوني بخدمني انا وبكره من الصبح رح اكون هون ايه بس اخوكي ابو محجوب ما رح يهون عليه بروحتك شلون يعني ما رح يهون عليه بروحتي؟ والله انا قلت لك وانتي دوس طفلي ذنبك على جنبي ذنبي على جنبي؟ انتي ليش عم تحكي معي هيك؟ انا ما دخلني حبيبتي انا جايه حذرك ولا بدك تكسري كلمه اخوكي؟ لا اذا بدك تكسري كلمه اخوكي لا هذا شيء ثاني هلا اذا بدي روح على بيت جوزي كون عم بكسر كلمه اخي؟ جوزي؟ لا عن جد ضحكتيني ليش وين جوزك تبريني؟ وينه؟ وفي اخانه شو قصدك؟ قصدي إنه ما حدا راح على أخذ عسكر ورجع تقبريني وخصوصي هديك البلاد اللي راح عليها جوزك بإذن الله رح يرجع وساعتها أخبطوا راسكم بالحيط لك أنت شلون بيجي من قلبك تحكي هيك عن ابن عمتك آه شلون؟ والله تقبريني أنت بزماناتك حكيتي على أخي صفوان أكثر من هيك البادي أظلم يلا يلا شوفي ما في شيء اخي ما في شيء يلا مشان توصلني مثل ما وصيتك ايه يلا اخي يلا اهلين وسهلين بهالقامة وبهالعين مين يا مضاح هاي رويدة تقبرني رويدة اهلين بالغالي مرت الغالي وبنت الغالي عادي هون عادي شلون امك ان شاء الله منيحة والله تعبانة يا عمي لا حول ولا قوة الله يعافيها ويشفيها يا حبيبي يا قادر يا كريم تقبري قلبي يلا يا بهجة قلبي يلا قومي غيري اوعيكي خلينا نحط العشاء للحجي حاكم من هداك اليوم لهلا ما عم يقبل ياكل بركدني بياكل من ايدي ايه على عيني ايه بدك تاخديه يعني خليه قاعدة جنبي والله مبسوط فيها دائما بتلاقي حجج مشان تاخديها من قدامي هلا بعد ما نتعشى عود معه وش بع منها يلا ما نتأخر خير خير ايه ليش بدي وصلك على بيت اهلك هيك انا بهذا البيت ما عاد لي قاعده وليش بقى لانه الخانم اختك ما عاد حدا عبى عينها يا بعدي قلت لها بيقول لك اخوك ابو محجوب لا تطلعي من البيت عادي خدمي امك هالعاجزه قالت لي انا ما دخلني ماني مجبوره خدميها انت حملت حالها وراحت على بيت ابو الضح شو هالحكي مرتخي لا تخافي انا بخدم امي بعيوني انت ما حدا دحشك خليكي على جنب ماشي هلا وقفيها افرطي لنا اياها اطلعي على اوضتك وبكره انا بعرف شغلي معها قلت لك بدي روح يعني بدي روح وفيها انا حلفت يمين اذا رويدة بتطلع من هذا البيت انا مالي قاعده هون لك الله يصلحك ويهديك يا وفوقة لك ليش تحلفي هلا حلفت ومشي الحال يعني وللبيت ايه للبيت ولا بدك يعني اكسر حلفاني مشان ضل هون طيب ما في مشكله هلا باخذك بنروح بنسهر ببيت اهلك وبنحمل حالنا وبنرجع لهون وهيك بكون نفد يمينك إيه لا حبيبي ما بيمشي الحال لاني وقت حلفت يميني كنت قاصده انه رويدة تجي لهون وتلتزم بخدمه امها واخواتها إيه انا من غير شي ظهري عم يوجعني وما عم لحق لك انت وابنك كمان بدكم يعني يخدم امك واخواتك وهي الخانم قاعده ببيت ابو وضح ولا على بالها قاعده ومبسوطه انتم ما في بقلوبكم رحمه لك حرام عليكم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روحي قدامي امشي. ماشي، رح أطلع جيب محجوب وبقشتي. استناني هون. بقى في شي 50-60 شاب من الإشليابي كلياتهم من الشام وأنا من بيناته، وفي معنا ضابط واحد. بعدها شو قلنا؟ قال اللي بده يروح مع جيش الأمير فيصل يضل بالإشلي، واللي ما بده يحمل ضرب طريو ويروح على بيت أهله. أيوة، ضل حدا منكم هنيك؟ شي 30-32 واحد يا بيكش. يعني ما رح تلبس عسكري من هون ورايح؟ لا لا، ما بلبس عسكري بنوب، حاجتي اللي شفته. إلك رايدني أوعي العسكرية تبعك؟ يا شو بدك تساوي فيها؟ مشان بس اتجوز خلي ابن عمي يلبس لي اياهم. حاكم انا بحب اواعي العساكر كثير. قومي من خلقتي وليه؟ قومي احسن ما اخرتك كفر لك اسنانك، يقطع عمرك شو متغلظه. يلا يلا. بعد ما مات ابي الله يرحمه وامي وقعت بالفالج، صارت وفي اهلي وما بدهم يتحكموا فيها. فشلت عينه. شوفي يوم ورايح نصير نروح انا وياكي كل يوم لعندن ونرجع انا وياكي. بجوز عنده ما يخليني ارجع. اي مو على كيفه. واشكالك براسه، انا بدي احكي لعمك ابو وضاح خليه يوقفوا عند حده. والله شو جنوا هدو؟ شلون بدهم اياكي تتركي بيت جوزك وتروحي على بيت اهلك؟ والله الله ما قالها. لا تقبرني، خيط بغير هالمسله انت واختها. يا مرت عمي، يا مرت عمي، اختي رويدة حرمة من جوزها، يعني ما بصير جيبها من بيت جوزها. بس انا بوعدك انه راح بجيبها كل يوم تخدم على امها وتزبط امور البيت، وهي اختي عليا عم تقوم بالواجب وزياده. سامعه يا مو؟ سامعه؟ طلع مالي فضل بنوب. شو في ايدي شلون مالي قدران احركهم من الخدامه؟ لك طبخ ونفخ واولاد وكله بكفي واخرجني بكفي، لك اي لحالي بده خدامه. لا تزعلي تقبريني، لا تزعلي، بيت ابوكي مفتوح الك ومالك منية على حدا. كلي رغيف وزدتي 10. شبحية انت لا تتدخل، هذا شغل نسوان، رجال ما بيتدخلوا. صبرنا وتحملنا وهلا كل واحد لازم يلزم حده. يا ابن عمي، هلا اختك رويدة جوزها راح على اخذ عسكر، بجيبها لعندها ومتى ما رجع جوزها بتبقى بترجع لعنده. هذا يا سيدي اذا رجع. والله ما بعرف عمي، امره على بيتك هلا، بكره بنلاقي لكم حل. يلا. موجود الحل يا ابي، موجود. بيحمل حاله وبيروح بيجيب اخته بيحطها عندهم بالبيت. وفضت يا عرا، لك اخته هو حر فيها شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. لك ما بيصير، ما بيصير. عدنان. وهلا يا جماعه، وهلا. شو هلا؟ مرت عمي مشان وفيقه تروح معي. لا حبيبي، وفيقه ما رح تروح معك على البيت الا اذا رجعت اختك على البيت. ويكون بعلمك اذا طلعت اختك من البيت وفيقه دغري رح ترجع لهون. شلون يا عمي؟ ما فهمت. يعني مو ترجع لها يومين ثلاثه بعدين تطلع مره ثانيه. بنتي ما لها مجبوره بامك واخواتك. شوفوا لي على قلبي، شوف قلبي على نصها. ايه يا اب محجوب، ايه اسمع كلمه حماتك بصوت نعت الله. ولك العمى، العمى، ولك شلون بيجي من قلبها تترك امها بهالحاله وتروح على بيت عمتها؟ رويدة مالا مقصرة بحق امها بنوم. ايه سيدي مقصرة، مقصرة ونص. لك في وحدة بتحترم حالها بتترك امها بهالحاله؟ لك لولا وفوقها الله يجزيها الخير كانت امك هلا بعداد الاموات. وفيقة؟ ايه وفيقة، ليش مين عم يخدم امك غيرها؟ والله يا اخي وفيقة ما عم تقرب على امك، رويدة هي اللي. تسكتوا ليه؟ ما حدا سألك. الأمير فيصل صار بالسرايا، وأبجد عاه صار رئيس الكراكون. أوه، أبجد عاه صار رئيس الكراكون؟ إي نعم، والمختار بده يانا هيك بمعيتكم نروح نبارك له أبجد عاه. إي والله واجب نروح نبارك له. إي واجب. أبجد عاه زلمة معدل وبيستاهل كل خير. إيه يا عمي، طالما هيك شرفوا بمعيتكم لنباركوا. يا رب عيد شرف. هات الجاكيت يا رب. جيب بالك عمي، جيب بالك على الرزق ما بطول. يلا فخري. يلا بس عم تجيب طولي بالك ليك عمتي، طولي بالك. بكره ان شاء الله الله بيعافي لكم اياها وبترجع مثل ما كانت واحسن ان شاء الله يا رب.
سعي وينها وفيقة؟ وفيقة راحت من امبارح لعند أهلها. يا راحت من امبارح ولهلأ ما رجعت؟ ايه لأنها راحت حردانة. حردانة؟ ليش حردانة؟ المختار بيسلم عليك كتير كتير وعم يبارك لك وعم يتمنى لك كل الخير. الله يبارك فيك، الله يسلمك ويسلمه بجاه النبي. الله يسلمك. الله يخلينا ياكم يا ميت اهلا وسهلا، شرفتوا الحقيقه. يا اهلا وسهلا فيكم جميعا. الله يسعدك شرف ويعلي مدارك يا ابو جدعان. ياكم يا ميت اهلا وسهلا، حي الله. والله يا ابو جدعان انت رجال شهم وابن اصول وبتستاهل كل خير. اي نعم، تربيتكم عقيد تربيتكم يا ابو جدعان، ان شاء الله الف مبروك ومنها للاعلى. الله يبارك فيك يا ابو محمد. الحقيقه يا جماعه لا طمعان لا بجاه ولا برتب، كل اللي بيعمل من رب العالمين هيك نعيش بامان وسلام يا رب العالمين دخله. الله يقدرك على فعل الخير. امين امين يا رب العالمين. صعيد ابو محمد سمى ابنه الصغير على اسمك، سماه محمد صالح. لا الله يبارك فيك، الله يخلي لك اياه ويربى بعزك، هيك بيطلع لي عندك جاج. يا مو على عيني، مو بس هيك، من هلا عم ننادي له ابو جدعان. الله يخليه. اخي ابو جدعان بركض بمعيتكم تستخبرونا عن العساكر يلي لسه ما رجعوا لاهليهم. ان شاء الله يرجعوا كلهم بخير وسلامه. هذا اللي بنعمله. امين امين يا رب العالمين.